بنصبح على حضراتكم مرة تانية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن اقدر اقول ان في استقرار ملحوظ في درجات الحراره، يعني مثلا انا لاحظت ان من الاسبوع اللي فات لغايه النهارده درجات الحراره مثلا في القاهره 34 35 في المعدل ده، وان بالليل الاجواء بقت الطف شويه. طمنينا اخبار الجو ايه؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا عندنا استقرار في الاحواض الجويه مع تحسن طفيف في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار، لكن لسه نسب رطوبة طبعا مرتفعة في الجو، ووجود نسب رطوبة في الجو هو اللي ممكن يخلينا نحس بقيم درجات الحرارة أعلى من 34 أو 35 درجة مئوية. لكن التحسن طبعا في قيم درجات الحرارة موجود، وخاصة كمان إنهم هتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وكمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فالمنخفض الجوي ده يعمل على وجود بعض الضغط المنخفضة والمتوسطة، وخاصة في المحافظات الساحلية. فبالتالي اجواء اليوم هتكون اجواء حاره رطبه فتره النهار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، واللي متوقع طبعا فيها عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، محسوسه تكون 36 درجه مئويه نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو. طبعا المحافظات الجنوبيه قيم درجات حرارتها بتكون اعلى، فالاجواء فيها بتكون اجواء شديده الحراره رطبه فتره النهار في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. بس جنوب الصعيد يا دكتوره منار ما فيهوش نسب الرطوبه العاليه اللي موجوده في المحافظات الداخليه وشمال، صح كده؟ هو صح جدا، لان احنا كل ما تقدمنا جنوبا كل ما نسب الرطوبه بتقل. يعني احنا عندنا اكثر الاماكن الساحليه تطل على البحر المتوسط تكون هي الاعلى في نسب الرطوبه، توصل احيانا ل 90%، وكل ما تقدمت جنوبا للمحافظات الداخليه نسب الرطوبه بتقل. فبالتالي محافظات الصعيد تحتز بقيم درجات الحراره يكاد يكون هي نفس قيمه درجه الحراره المقصه. يعني لو العظمى على محافظات الاقصر واسوان 40 42 درجه مئويه، هنلاقي المحسوسه هي نفس القيمه او اعلى بحوالي درجه. فتره الليل كمان بيكون في نشاط في الرياح بيقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، خاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه. فبنلاقي فترات الليل ما بين الاجواء المعتدله للاجواء المائله للحراره الرطبه، وده في معظم محافظات الجمهوريه. الاحوال الجويه الحمد لله مستقره في معظم المحافظات، يمكن ده لحد بدايه الاسبوع اللي جاي، وهتظل فيها عظمى على القاهره الكبرى 33 ل 34 درجه مئويه. الشبوره المائيه طبعا ظاهره جويه بتاثر في فترات الصباح الباكر، وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه مش هتاثر تماما على حركه المرور، وهتتلاشى فور طلوع اشعه الشمس. مهم بس في الفتره دي بقدر الامكان ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان دي تعتبر فتره انتقاليه ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، بيحصل فيها تغير في الحاله الجويه من يوم للتاني والتنبؤات الجويه، فمهم بس المتابعه الجيده للنشرات الجويه. طيب بالنسبه لنسب الرطوبه دي هتفضل مستمره معانا لغايه امتى كده يا دكتوره منار؟ يعني امتى نبدا نحس ان الرطوبه دي قلت شويه وبالتالي انخفضت درجات الحراره شويه، او احساسنا على الاقل بيها؟ هو طبعا احنا تدريجيا كل ما تقدمنا اكتر في شهر 9، وخاصه كمان في النص الثاني في شهر 9 اللي هنستقبل فيه طبعا بدايه فصل الخريف اللي هتكون 22 سبتمبر، هنبدا نحس بتحسن كبير في نسب الرطوبه وكمان في قيم درجات الحراره. البدايه نسب الرطوبه كمان بدات تقل، لكن يعني انخفاض نسب الرطوبه طفيف جدا تدريجي، كل ما تقدمنا اكتر في 9 وخاصه كمان في النص الثاني هنحس نسب الرطوبه قلت، وخاصة مرور المنخفضات الجوية اللي بتبقى موجودة في طبقات الجو العليا اللي أحيانا ممكن تكون معاها فرص سقوط الأمطار حتى لو خفيفة، لكن المنخفض الجوي بيقلل إحساسنا بالرطوبة في الجو لأن بيوزعها طبعا في عبوس الهواء كده. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع أن القاهرة العظمى فيها تكون 34 والصغرى 26، وأن العاصمة الإدارية تكون 35-25، الإسكندرية 32-24، أيضا العلمين الجديدة 32-24، أما مطروح 31-24، ودمياط 32-25، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 36-25.
25. نروح للسويس هنلاقي درجة الحرارة العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعريش هتكون 32-24، كاترين 30-16 وطوبة 31-27، حلايب 35-31 وشلاتين 38-30، شرم الشيخ 38-29 والغردقة 39-28. أما الفيوم فالعظمى فيها 35 والصغرى 25، كذلك بني سويف هتكون الصغرى فيها 25 ولكن العظمى 36. أما الوادي الجديد 41-28 وأسيوط 38-27، سوهاج 39-27 وإنا 42-30، الأقصر 41-29 وأسوان 42-30. دي درجات الحرارة المتوقعة معانا النهاردة في القاهرة والمحافظات. دلوقتي هنرجع مرة تانية لفسانت مصطفى عشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هال. شكرا شكرا جزيلا يا هال.